إلى الأستاذ رأفت صليب، عضو الحزب الجمهوري. أستاذ رأفت، نسعد كثيرا بانضمامك إلينا، لكن لو لم يكن الديمقراطيون قد بدأوا بفضح بين قوسين ما سمي بالإهمال الجسيم من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذه الوثائق التي نقلها إلى مقرات إقامته بخلاف ما تقضي به اللوائح والقوانين، هل كنتم ستفعلون نفس الشيء حينما يكشف انه بايدن فعل نفس الشيء؟ ده امر طبيعي. يعني حضرتك تبص كده للسياسه الامريكيه والوضع الراهن اللي احنا فيه دلوقتي، احنا في حاله تخبط، حاله تخبط من ناحيه الحزب الجمهوري ومن ناحيه الحزب الديمقراطي. اللي حصل مع الرئيس ترامب دي كانت سابقة، وده طبعا معروف سببها ايه، ان هو يمنع من ترشيح نفسه للرئاسة الامريكية الجديدة. اللي انا شايفه دلوقتي وده اللي ظاهر قدامنا هنا في المجتمع الامريكي، ان الحزب الديمقراطي قلب على بايدن بالعربي كده علشان يمنعوه من الترشح مرة اخرى، نمرة واحد بكبر سنه، نمرة اثنين انه ما عملش اي حاجة للمواطن الامريكي في خلال الثلاث سنين اللي هو قاعد فيهم او سنتين ونص. طيب انتم قلبتم على ترامب؟ احنا ما قلبناش على ترامب، احنا كحزب جمهوري ما قلبناش على ترامب، بس اقول لسيادتك يعني وتو بي اونست ويز يو، احنا حوالي 60 70% من الشعب او من الحزب الجمهوري ما بنأيدش ترشيح ترامب لفتره ثانيه بعد ما حدث الانفيجن اللي حصل في 7 يناير وهجومهم على الكونجرس والى اخره، واحتمال يكون ترامب مدين في حاجه زي كده او لا، لسه ما نعرفش الاتحادات هتوصل لحد ايه، لكن انا اعتقد ناوي ان كل الشعب المؤيد لترامب ابتدى يتراجع في الفتره الاخيره لكثرة تصريحاته والكلام اللي بيقوله كتير، وده بيقلل من هيبته، وانا ما اعتقدش ان من الواجب كحزب جمهوري ان احنا نتقدم بترشيح ترامب لفتره تانية. طيب ماذا بشان بينس؟ بينس اعتقد ان هو مش داخل في اللعبه كبير كتير، لان ما اعتقدش ان بينس عايز يرشح نفسه للرئاسه، لحد الان ما اعلنش اي حاجه، لكن الواضح دلوقتي ان هي عمليه تخبطات بين الحزب الجمهوري وبين الحزب الديمقراطي وبين الحزب الجمهوري ونفسه. على اساس النهارده هم عايزين ندفع بحد مثلا عندك كانس بتاع فلوريدا، في جوفرنر تانيين اصغر سنا واكثر حكمه وعملوا شغل كتير جدا في ولاياتهم، فده اعتقد الاتجاه دلوقتي داخل الحزب الجمهوري. لان الشعب النهارده الامريكي، وانا بتكلم كراجل جمهوري، لكن في نفس الوقت ما بتيجي عند انتخابات وتحس ان انت بتايد الراجل اللي هو يصلح للبلد، انا اعتقد لا هذا ولا ذاك يصلح لاداره امريكا في الفتره القادمه بعد الاحداث اللي احنا شايفينها في الفتره.